واحد من أهم نجوم جيله، ذو بصمة مميزة وإطلالة قادرة على اقتحام القلوب قبل العقول، الفنان حسن الرداد. واحد من أولئك الذين لا تستطيع تصنيفهم أو حصرهم في خانة فنية واحدة أو في شكل أداء ثابت، فقد قدم خلال مسيرته التي امتدت من خيانة مشروع عام 2006 وحتى اليوم كل فئات الشخصيات وأشكالها الرومانسية والكوميدية والتراجيديا. مرحومة. تصدى يا أستاذنا، لحد دلوقتي مش قادر أستوعب إن حالين خلاص مبقتش موجودة في الدنيا. حسن الرداد له في السينما رصيد كبير لا يناسب مشواره حديث العهد، فقد قدم البطولة المطلقة منذ بداياته مثل فيلم أحكي يا شهرزاد وعدد من البطولات الجماعية مثل كف القمر وغيره من الأعمال، ثم اتجه إلى البطولات الكوميدية في نظرية عمتي وزنقة ستات والأنسة مامي وجواز ميري. بلبلة، أنا مش مصدق نفسي، هموت من الفرح. عمر ودي آزر ودي ملوكة ودي البيبي بيبي 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 اللي خدها. وعن الدراما، فقد بدأ في مدرسة الراحل الكبير نور الشريف في مسلسل الدالي، ثم العديد من الأعمال الأخرى التي كان آخرها بطولته لمسلسل حق ميت في رمضان الماضي. فهو واحد من صناع البهجة ومصادر الأمل على شاشة السينما والتلفزيون. بحبكوا قوي. خمسة موا، خمسة هوا نيو، خمسة يلا بقى. أيوة بقى إموا. رحبوا معنا في عسل أبيض بالفنان حسن الرداد. ساعات بشوفه طفل فرحان ولا على باله الدنيا، وساعات بحس انه شايلها فوق راسه وزعق. اوقات عينيه تكون مليانه فرحه وكتير بتبقى غرقانه في شجن. مره اشوفه خالد الدالي، ومره علي الجحش، ومره تانيه يقلب على نادر في حق ميت واخاف منه. هو مين في كل دول وحكايته ايه، وازاي بيقدر يتلون ويتجدد؟ يا ترى شخصيته الحقيقيه قريبه لاي كيان فيهم؟ هساله ومش هيهرب من الإجابة ولا هيرد الطريقة دبلوماسية، إنما هيقول اللي في قلبه بصدق وإحساس، زي الفن اللي بيقدمه دايما ما بيكون بصدق وإحساس. معايا ومنورني في عسل أبيض الشاطر حسن، النجم حسن الرداد. حسن، ازيك يا حنان؟ ازيك؟ متشكر قوي على التقديمة الجميلة اللي انت قلتيها عني وعن يعني الكليب اللي انتوا عملتوه ده. جميل حبيبي، انت منورنا النهاردة. وانا عندي فضول كده اسالك، الناس اللي بيبتدي، النجوم تحديدا اللي بيبتدوا بدايات قويه جدا، بتبقى منحه ولا او نعمه ولا نقمه؟ يعني انت بدايتك كانت مع نور الشريف. في ناس كتير كده ممكن تتخيل مثلا انه المساله دي طبعا فرصه ذهبيه وجميله جدا وده حقيقي، انما الفكره بعد كده انها ممكن تاثر على اختياراتك، انت تبقى حاسس ان انت بادي بداية قوية جدا فلازم تحافظ على الستاندرد ده. فهل انت حصل لك كده؟ هل بعد الفرصة الجميلة اللي جات لك مع نور الشريف، هل بعد كده دي تعبتك في اختياراتك، بقيت عايز تواظب على انك دايما تبقى في بدايات قوية، خصوصا ان بدايتك كانت درامية؟ طبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا، وحصلت لي في أكتر من محطة في حياتي أو في أكتر من عمل في حياتي عملتهم وعملوا لي نجاح كبير، وبقيت عندي مشكلة أن أنا أعمل إيه بعدي. ودي بشوفها من الحاجات اللي بيبقى محتاجها الفنان في طريقه، غير الموهبة اللي تبقى موجودة عنده أو كده، لازم الذكاء بتاعه اللي يقدر يشوف أنا أشتغل إيه أو أعمل إيه أو أختار إيه أو يعني ده أنا بشوف أنه هو، او دي كمان بالنسبه لي اكتر حاجه بتاخد مني مجهود، هو فكره التفكير في المفروض اطلع للناس في ايه وايه العمل اللي اعمله بعد حاجه، خصوصا الصعوبه لو حاجه كانت ناجحه جدا. طيب ايه المحطه اللي انت اتخضيت منها من بعد محطه نور الشريف؟ زي مين؟ انت قلت في مراحل كتيره جدا. يعني مثلا لما عملت فيلم احكي شهرزاد، انا طبعا اول حاجه كنت عملتها كان مع الاستاذ خالد يوسف في فيلم خيانه مشروع. تمام. كان مقدمني كواجه جديد دور صغير. ثم عملت الاستاذ نور الشريف قدمني كواجه جديد في الدالي، وكانت المساحه كبيره والناس عرفتني من مسلسل الدالي. مسلسل الدالي كان نجحنا كلنا فيه كوجوه جديده، وانا كان بالنسبه لي الحمد لله برضو كان عندي نجاح، وبدا يجي لي افلام وبدات اعتذر عن افلام وانا مش موجود لان انا عايز اعمل حاجه تبقى قويه. تمام. ففضلت لغايه لما
عملت فيلم احكي شهرزاد، فكان بيتعرض عليها حاجات ممكن انا كنت شايف ان هي مش كويسة، ممكن مش هتنجح وتبقى، لغاية لما استنيت فرصة وجات لي، اللي هو فيلم احكي شهرزاد، ومتقدم بطل مع مخرج كبير ومؤلف كبير استاذ وحيد حامد، ومخرج كبير زي الاستاذ يوسف الصلا، ونجمة زي منى زكي، وكل العناصر الموجودة، وانتاج الاستاذ كامل ابو علي. كان موضوع مهم جدا. ومرة واحدة بروح مهرجانات وموضوع كبير جدا عليا، فبقيت عشان ايه الفيلم اللي بعديه اعمله بعد الفيلم. فيلم كمان قدمني ان بطل جديد جاي في السينما، وفي نفس الوقت موضوع كان عليه جدل ونقاش ونقاد في العالم العربي، مش في مصر بس، كانوا بيتكلموا عنه، وبره طبعا، في يعني احنا بلاد كتير سافرنا كانت بتتكلم عن الفيلم، فكان الموضوع بالنسبه لي مهم. فعشان اعمل حاجه تعمل نفس الصيت او نفس القيمه كان عندي مشكله كبيره جدا. وبدا يجي لي افلام كتير بعدها، وبدات اعتذر، لان وفي نفس الوقت كان عندي فخ مش خايف اقع فيه، اللي هو فكره ان ممكن حد يعمل حاجه كويسه ويفضل يعتذر لانه مش لاقي حاجه، فيقعد كتير ويتنسي. صحيح، بقى عندي الشعور الصراعين دول، ازاي ان انا اقدر اعمل حاجه تبقى كويسه وفي نفس الوقت مستمر ما غيبش كتير. لغايه لما استنيت سنه، يعني ده كان فتره طويله وفي نفس الوقت عاديه، بس يمكن كانت ناس كتير متوقعه بعد احكي شهرزاد هعمل افلام على طول اكتر، بس بصراحه كنت بعتذر، يعني يمكن من الناس اللي بتعتذر كتير. صحيح. وبعدين عملت فيلم كف القمر طبعا مع خالد يوسف طبعا، وكان بالنسبة لي الفيلم ده كان تحدي بالنسبة لي، كنت عايز ان انا اعمل نوعية مختلفة من الادوار، واعمل دور ممكن يبقى الناس مش متوقعة ان انا اعمله، وفي تغيير ممكن فيزيكلي يبقى بعيد عني شوية. فاشتغلت عليه واشتغلت اكتر على الشخصية من جوه، يعني الشخصية نفسها من الحالة النفسية بتاعتها والبعد النفسي بتاعها، انك تقدري تعملي شخصية لها ملامح ولها تاريخ وكده. كان بصراحة خالد يوسف بيعمل بروفات، وكان بيدخل الواحد قوي في الشخصية، وكان يعني ده العمل اللي بعد احكي شهرزاد. طيب انت كمان يعني ايه وجودك مع مخرجين كمان بيعرفوا يوظفوا شغلك بشكل كويس، بس انت في اتهام احيانا بيتقال انه حسن بينوع فعلا في ادواره حتى لو كانت من فئه واحده او من كاتيجوري واحد، وهقول لك ليه قالوا كده، لانه هم شافوك بشكل مختلف جدا في نظريه عمتي. نظريه عمتي تقريبا كانك عملت 5 افلام في فيلم واحد، وما كانوش متصورين ان انت ممكن يعني كل الطاقات دي، يعني انت جان وبيتبصلك بصه انك بتتحط وبتتوظف في ادوار معينه او ادوار دراميه. اول مره الناس تشوفك ان انت كمان تعرف يعني ايه تختلف في ادائك وتختلف في شكلك في نظريه عمتي. ما خفتش انه التحدي ده، ولا انت تحديت طبعا نفسك، انت واضح ان انت طول الوقت بتتحدى نفسك في الادوار، بس ما خفتش ان النقله دي ممكن تفقدك، ولا انت كنت دارس خطواتك كويس؟ شوفي انا لما بدات امثل كنت عندي كده شويه حاجات حاططها في حياتي، انا عايز ايه من التمثيل اصلا بالظبط كده، وايه اللي هيمتعني بالتمثيل، ليه انا عايز ابقى ممثل. من الحاجات اللي مخلاني عايز ابقى ممثل ان انا بحب اعيش حياه ناس كتير جدا مش هقدر اعيشها، ومشاعر كتيره مش هقدر اعيشها في الحقيقه. حلو قوي. يمكن دي حاجه لنفسي انا شخصيا، يعني احب اعيش احساس الحرامي اللي خايف وبيجري وبيهرب من الشرطه، واحب اعيش مشاعر الضابط اللي بيجري ويمسك الحرامي ده. دي مشاعر متناقضه كتيره، والناس كل بقى الشخصيات الانماط اللي بالملايين اللي في المجتمع عموما، واللي عنده اعاقه واللي مش عارف، والغني والفقير اللي تعبان من كذا، واللي بس يعني كل المشاعر الانسانيه دي انا مش هقدر اعيشها كبني ادم، ان عندي حياه واحده بس. التمثيل بيخليني تعيش اكتر من حاجه الحاله دي، وعندي متعه شخصيه وانا بتفرج على عمل انا موجود فيه، وابقى انا كنت صادق فعلا وانا بمثله وعايش في الحاله دي، وفي الاخر بستمتع. دي حاجه من الحاجات اللي بتخلتني ابقى عايزه. بس لما جيت امثل احنا ما عندناش هنا صناعه النجم موجوده في مصر. صحيح. ما عندناش في جهة تمسك فنان وتبقى عارفة طاقته التمثيلية عاملة ازاي، وتبقى في عنده بلان انه يتنوع
ازاي امتى يعمل كذا وامتى يعمل كذا وامتى يعمل كذا وهو هيقدر يعمل ايه. الحاجات دي مش موجوده, تحط له زي خطه يعني. ما فيش الكلام ده. لازم تشوفي الفنان اصلا يقدر يعمل الحاجات دي ولا لا. هل هو يقدر يعمل كوميدي مثلا ولا ما يعرفش, دمه مش خفيف, دي الحاجه بتاعت ربنا. هل هو جامد في الاجتماعي, هل هو رومانسي بس, هل هو مش عارف ايه. كل واحد ليه طاقه, ممكن واحد يبقى ربنا صرف له يقدر يعمل حاجتين كويس, ثلاث حاجات كويس. لكن انت موهبتك انت اكتر واحده انت مؤمنه بيها. ونرجع هنا نقول هو سوري الموضوع ده عشان هو يعني محتاج رغي شويه, ان لازم يبقى الفنان صادق مع نفسه. يعني هو شايف وفاهم هو موهوب ولا مش موهوب. طب انا موهوب في ايه؟ طب ايه الديفوهات اللي عندي؟ انا من اول ما بدات امسك كنت بشوف ايه نقط, يعني ايه نقاط القوه اللي موجوده عندي وايه نقاط الضعف. بس انت كنت بادي قوي جدا في في, في الدالي ومن بعديها يعني افلام كتيره يعني. أنا يعني كنت حريص دايما ان انا اعرف ايه الحاجات اللي موجوده فيا واشوف ايه زمايلي بيعملوه او ايه اللي الناس بتعملوه وايه اللي الجمهور يبقى محتاج له دلوقتي. يعني حسبه عمليه صعبه انا او يعني حاجه انا بفكر فيها. ممكن دلوقتي تحس ان الجمهور دلوقتي عايز ان انت مشتاق لعمل مثلا رومانسي. يعني يمكن انا لما عملت مسلسل ادم وجميله يمكن هو من اوائل المسلسلات عملت في مصر. كان في تجربه قبل كده في العالم العربي ويمكن مسلسل ده والحمد لله مسلسل نجح. انا كنت حاسس ان هو مش اول تجربه بس هو اول تجربه يعني تنجح. في ممكن كان في قبلي تجربه او حاجه بس المسلسل الحمد لله نجح وكويس. فكان عندي وجهه نظر بعديه مثلا جالي 450 الف مسلسل رومانسي. ممكن كنت اعمل بس انت حابب انك انت بطل رومانسيه. انا تفكيري مش كده. انا مثلا لو بعرف اعمل كذا حاجه انا عايز اتنوع عند الناس, عايز اعيش فتره طويله جدا عند الناس. عندي مخزون من سنة ادم وجميله الناس. الحقيقه احنا شايفين على الشاشه دلوقتي مشهد من الدالي. الحقيقه انا كمان حابه قوي العلاقه اللي كانت ما بين ادم وجميله, يعني كانت رومانسية من نوع تاني مختلف يعني. ما هي فكرة ان انت لازم تفكري ان انت تتغيري. يعني انا ده اللي بفكر فيه دايما على طول. فحتى تلاحظي ان انا مثلا يعني احكي شهرزاد وانت عامل بعديه فيلم كف القمر, مختلفين تماما عن بعض. بعد كده قمت رايح عامل كوميدي يعني. صحيح. فاهم, بحاول ان انا اتنوع. مين اللي لفت نظره الكوميديا بتاعتك ان انت ممكن يخرج منك الطاقات دي؟ هقول لك اصل انا اتخضيت يعني. انا شفتك اتخضيت بصراحه, مش مصدقه. انا لما بدات امثل اصلا انا عايز اعمل يعني كوميدي, عايز اعمل ادوار لايت خفيفه. وبعدين طبعا اخدوني في الاول في الاضواء في الدالي وكده واتشهر جدا. فبياخد انطباع, وفي انطباع غلط في السينما ان اي واحد اسمراني فممثل جامد, اي واحد تخين كوميديان, اي واحد حاجات تابوهات كده بيمثل بس الادوار الخفيفه. وده تفكير غلط. لا طبعا, لانه بيحددك في منطقه معينه وانت عايز تبقى بس. فانت بيجي عليك انت كممثل انك لازم تثبت عكس ده وتثبت ان انت تقدر تعمل ادوار كتيره وحاجات مختلفه. فجيت امثل في الاول, فكان في البدايه كله بيدوني ادوار ابن رجل الاعمال مش عارف ايه بتاع. يا جماعه انتوا بتلبسوهم في البيت الشخصيه زي لبسي وانا خارج بره. بالظبط. انت عايز تعمل حاجات يعني مش متوقعه عشان تقدري تاخدي يبقى عندك قوه قرار انك بتقولي تقدري ترفضي. ما انت عندك الرفض ده. انا ملاحظه ان انت عندك الرفض ده من بدري. انا هقول لك يعني ده بيحصل لما يتقل الممثل. انت تقلان من بدري. انا سنه 2008 كنت عامل مسلسل الدالي الجزء الثاني. وبعدين جالي كل مسلسلات رمضان اللي بعدي 2009 واعتذرت عنها كلها. قلت مش هعمل حاجه السنه دي لان انا عايز اعمل حاجه ايه, عايز اغير بقى, مش عايز الناس تاخد عني انطباع ان انا يعني جد وبتاع ومش عايز اتصنف, عايز اعمل حاجه دمها خفيف. فقلت لهم خلاص مش هعمل حاجه السنه دي. يا ابني انت محدش عارفك. وكلامهم صح يعني. لسه بادئ بقالي سنه. صحيح. ما مش هعمل حاجه. وطبعا كان قوه ان انا اقول القرار ده. ده كان قرار صعب جدا. صحيح طبعا. لا وانت كمان في البدايه يعني. في البدايه وزمايلي كلهم بيشتغلوا والناس تعرف ولسه ما احناش يعني منورين بس مش لسه ما لناش يعني الوضع الكبير بتاع. فقلت لا مش هشتغل وقعدت اعتذر لغايه لما دكتور يحيى الفخراني كان بيعمل فيلم بتاع محمد علي تقريبا. وقف الفيلم فقرر يعمل مسلسل قبل رمضان بربع ساعه يعني
بوقت بسيط بعتوا لي مسلسل ابن الارندلي وقريته، وبرضه لما قريته قلت لهم لو الدور نزل، لو الدور مش يعني فاهمه مش هعمل اي دور، لو يعني مش حاجه كبيره وكويسه مش هعمل البتاع. لا وانت رايح بتروح دايما لاكستريمز، يعني تبقى في في في, في كوميديا وبعدين بعديه على طول، يعني في موسم مثلا فيلم تبقى كوميديا تروح رايح بعد كده حق ميت منتهى الدراما. انا ببقى قاصد عشان ده نوع من انواع التنوع، وبقدم حاجات طالما قادر او عندي الى حد ما موهبه شويه ان انا اقدر اعملهم فبعمل التنوع ده. يعني السنه اللي فاتت انا كنت قاصد اعمل فيلم زنق ستات واعمل مسلسل دراما في تمثيل وصعب اللي هو حق ميت، الاثنين مختلفين والدورين مختلفين تماما. وقدمت للناس واجتهدت على قد ما قدرت في المواضيع ودورت عليها ومش عارف ايه والشخصيات، وعملت حاجه كوميدي وحاجه جد. فالتنوع ده انا ببقى قصده مش بيجي بالصدفه. صحيح. طيب عايز ابعد بقى عن الفن خالص وعايز اتكلم عن الحته بتاعت الانسانيات. انا دايما بشوفك ومنور ما بينك كده اتنين وشهم منور زي البدر، اختك وامي. طبعا. وانت سندهم في الدنيا وبحس انهم دايما بيشاركوك، يعني ما يعني لما تسافروا تسافروا مع بعض، لما يعني الناس مش عارفه انك انت كمان في جزء تاني، فاكرينك نجم بقى تقعد مع نفسك ومش عارفه فين وبتاع، عرفوش ان انت لسه ابن وبار جدا باسرتك. فالعلاقه دي جميله جدا، انا يعني بتدهشني حقيقي. انا اولا بنسى ان انا ممثل، ويعني الموضوع التمثيل ده انا بعمله، انا بحبه وبعشق التمثيل وما اعرفش اشتغل حاجه تانية غير ان انا ابقى ممثل، و كل وقتي وكل تفكيري وكل سرحاني كل حاجة في التمثيل وفي الشغل واعمل ايه، ويمكن 20 ساعة في اليوم بفكر. ولما بتفرج على حاجة بفكر باي عمل بتفرج عليه او فيلم ببقى وجهة نظري او بعد بتفرج في حاجة ليها علاقة بالتمثيل، مش بفكر الاستمتاع فقط يعني. طيب. دماغي بتبقى شغالة بشكل عملي. ولكن انا بقى في الناحية التانية أنا بعيش حياتي كبني آدم طبيعي جدا، وبحب جو الأسرة جدا، بحب أحس دايما أن أنا لا وبيتوتي كمان يا حسن، يعني أنت مش من نوع، يعني أنا ما شوفكش مثلا لا في حفلات ولا في مهرجانات ولا لا لا يعني لا. أنا تلاقيني نادر قوي. أنا في الغالب على طول في يعني لو بخرج إما لو بصور أو لو معزوم في حاجة يعني جايزة يعني ضيقة جدا جدا. ده صحيح. لكن غير كده بتلاقيني أغلب تقريبا 95% من الوقت قاعد في البيت. انا بحب قعده البيت. و يعني وبحب بتلاقي فيها نفسك، يعني بتلاقي فيها نفسك. وبحب الدفى بتاع البيت والحياه دي بتبقى بالنسبه لي احلى حاجه في حياتك. هم منورين اهو. انا عايز انزل الصوره الثانيه لان يعني دي في الحجه افتكر مش كده؟ ما بيحبوش الصوره دي. ليه ده؟ مش بيحبوا الصوره دي، دي جميله خالص. طب قول لي حسن، انت ممكن تقع في حب ايه؟ يعني ايه الشيء اللي ممكن يلفت نظرك؟ ما تقوليش ادوار، انا بتكلم عموما. ايه الشيء اللي ممكن يعني لو قلنا مثلا في بطلات كتيره جدا، مش بطلات انا قصدي البطله نفسها، انا قصدي الدور نفسه، يعني مثلا كان قدامك دور مثلا لفتاه مثلا بسيطه رقيقه زي مثلا حوريه فرغلي، كانت في يعني بنوته لطيفه جدا بتحاول انها توصل لحبيبها بس هي من الاتجاه القديم يعني. فانا عايز اعرف انت ممكن تقع في غرام حد كده بسيط وتلقائي ومش متكلف و أنا وهكذا. انا ما بحبش الزيف خالص. يعني ما بحبش الشخصيه المصطنعه. او اللي بحب الشخصيه على طبيعتها. وكل شخصيه ليها جمالها، يعني تلاقي مثلا البنت العفويه اللي بتتكلم اللي بتغلط في الكلام بتاعها جميله جدا وليها حلاوتها. الشخصيه اللي دمها خفيف وهايبر وبتاع ليها جمالها. البنت الديسنت الهاديه العاقله الثقيله ليها برضو جمال تاني. مش موجود يعني كله. انت عايز التوليفه دي كلها في واحده؟ لا اكيد لا مش هقدر، بس بقول لك ان كل شخصيه لها جمالها. فكرة بقى انت بس هتعلقي مع مين او فاهمه لو انت على انت وفي وجهه نظرك انت ممكن تعلق. انا من الحاجات المهمه بالنسبه لي ان انا بحب الضحك جدا واحب تبقى القعده لازم تبقى دمها خفيف. احب القعده كده فيها هاديه لطيفه كده، بس برضه في نفس الوقت لما يبقى فيه عقل لازم يبقى العقل موجود. طبعا ما تبقاش تافهه طبعا. طب انت يعني بتواجه الشائعات، انت يعني لسه كنا بنتكلم قبل الهوا ان انت من الشخصيات اللي بتواجه شائعات كتيره جدا ومتنوعه مش حاجه محدده يعني.
مش ماليش دعوه بالشائعات ده، انا ليا دعوه انت ليه حاسس ان الناس يعني مش متصورين انه الفنان ده ليه بيركزوا في حياته الخاصه في تفاصيل معينه هي دي اللي تعمل سكسيه، في حين ان هو ممكن يكون على مستوى الانساني شخص عادي جدا جدا، وانه يبقى تركيز على الادوار بس، انما حياته الخاصه دي بني ادم زيه زي بقيه الناس، مش بالضروره قوي انه يكون عامل حاجه بومينج عشان الاخبار تبقى عليها. بصي، هو للاسف الشديد هي شيء بيوصل لحد معين ويبقى مزعج للفنان اللي هو انسان ده بيشتغل ممثل، فهذا الانسان بعد فتره من التدخل في حياته بيتضايق او بيحصل له، لان الانسان ده ليه اصدقاء وليه عيله وحاجات كده. ولكن هي العمليه زي ما كنت بقول لك هي شروه كده على بعضها. يعني انت خلاص انت قابلت انك تبقى شخصيه عامه وشخصيه معروفه وليك جمهور، فبيحصل ان خلاص حياتك مخترقه. وده طبعا لازم تقبل يعني نار الاضواء. ده للاسف شيء غلط. ولكن هو النظام كده. سواء هنا او سواء بره في امريكا او في اي حته. بيبقى في شغف كبير جدا عند الجمهور انه يعرف الحياه الخاصه بتاعت الشخص ده، حتى لو الحياه الخاصه دي عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه يعني تذكر، يعني يحب يعرف بقى بتروح فين، بتيجي منين، بتحب مين، بتقضي حياتك ازاي، كل الحاجات دي بيبقى الناس حابه تعرفها. ولكن طبعا مع انتشار بقى يعني كل طرق التواصل مع الناس بمواقع التواصل الاجتماعي والصحافه الالكترونيه وكل الحاجات دي، فبقى سهل جدا ان الاخبار ان هي تنزل تتناقل بالظبط. بدا بيحصل بقى ممكن نوع من انواع ان ممكن بعض المواقع او بعض الاماكن تستخدم هذا الموضوع، فان هي ممكن تقول اخبار مفبركه وهتجيب عليها. طب ده بيثيرك؟ بتضايق. انا ممكن الاقي مثلا خبر نزل عني وعنوان ادخل عليه الاقي اعلان مثلا ولا حاجة. اي حاجه خالص، مفيش خبر اصلا. صحيح. ثم كاتبين عنوان يعني ملفت جدا وكاتشي جدا، وتدخلي تلاقي مثلا في اعلان لمنتج بس بيرعبوا بالايه بالفكره دي. فده اكيد بعد فتره انا مش انا بكبر دماغي، بس باجي بعد فتره ازهق. صحيح. يعني وتتضايق وتبقى يعني مش عايز لا ترد ولا حتى تشوف. بتلاقي بقى خبر ينزل فبتلاقي تليفونات كتير وناس تسال مش عارف ايه. بس على قد ما انا عارفه انك انت دمك خفيف من جواك جدا، على قد ما انا حاسه ان انت عندك درجه عقل ورزانه ثابته في شخصيتك تماما يعني. فعايز اعرف بقى العقل والرسو ده بيخاف من ايه؟ انت ايه اللي بيخاف؟ ايه اللي بيخوفك؟ والعقل ده امي بتقول لي ما بتشوفوش غير وانا في البرامج بس. يا راجل يعني بتبقى هادي كده ومستكين وبتاع. لا بس انت على مستوى حتى في افكارك وتفكيرك، وانا قلت لك ان التقل اللي هو بتاع الاختيارات جاي لك من بدري قوي. يعني ده بيحصل لما الفنان يعني بيرسي نفسه شويه، لكن انت بادي من بدري، فانت برضو عندك حته العقل ده. لكن انا عايز اعرف في نهايه حوارنا انت ايه الشيء اللي ممكن يخوفك؟ يخوفك من الحياه ايه؟ يخوفني من الحياه يعني تفقد، خايف تفقد اضواء، خايف ما تحبش التمثيل، خايف تزهق في لا يوم لا لا خايف لا. ايه؟ انا هقول لك، انا بالنسبه للموضوع الشغل انا بقول انا كتير بس يعني بتكلم مش غرور يعني. كل حاجه ماديه في الحياه انا عارف ان هي ممكن تزول في اي وقت، فانا ما بعلقش نفسي بيها. يعني دلوقتي انا ما بعيش من جوايا كحسن فكره ان انا نجم مشهور ولي معجبين وما باخدش بالي. انا يعني بامانه والله يعني ساعات الصور انت عايز تعيش حياتك. انا عايش حياتي طبيعي زي بالظبط اللي عنده كرسي منصب. يا اما هو بقى عامل حسابه ان الكرسي ده يعمل حسابه انه هيسيبه في يوم من الايام، او انه مثبت فيه. لو هو حط في دماغه ان هو مثبت فيه هيتعب نفسيا قوي. فانا حاطط في دماغي اكيد هكبر في يوم من الايام، وهيجي واحد صغير موجود دلوقتي من ناس كتير هيجوا في يوم من الايام يكبروا عندهم دلوقتي مثلا 5-6 سنين ولا حاجه، هيجوا بعد كده يكبروا يبقوا هم شباب. صحيح. يعملوا ادوار اللي انا بعملها دلوقتي، وانا اكون كبرت اعمل بقى ابوهم او اعمل فاهم. صحيح. يعني هي كده ما بتبقاش حلوه لك. يعني اجيال بتسلم اجيال طبعا، بس لازم ان انا اللي انا بفكر فيه ان انا عايز افضل في نماذج فضلوا نجوم لغايه لما لحد اخر وقت وهم كبار جدا وقدروا. دي النماذج اللي انا ببص عليها اللي بتقتدي بيها ان انا عايز افضل يعني على يعني بحط تارجت كبير عالي بالنسبه لي
ان انا افضل طول العمر بتنوع وافضل كويس ومطلوب كده يعني. وهو ده اللي انت واصل له يا حسن. انت نورتني النهارده وانا سعيده جدا ان انت نورتنا في عسل ابيض، وان شاء الله باذن الله تبقى موجود معانا بعد رمضان علشان نهنيك على الفيلم الجديد اللي انت بتحضره وعلى المسلسل الاذاعي اللي انت بتعمله في رمضان ان شاء الله. نورتني يا حسن جدا. ربنا يخليك، اتبسطت جدا كنت موجود معاكي، ويمكن ده من اكتر برامج اللي قعدت اتكلم فيها كتير جدا رغاي. بس بالعكس انا مبسوطه ان انت يعني بتوري للناس وجه الناس مش عارفينه عنك. أنا بحب بس وصل لهم يعني، وصلوا من ترازين في البرامج وشاي بر بس كده. طيب خلصت فقراتنا النهارده.